مشاهدون قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. ففي هذه الأثناء رجال الأمن كيسدوا هذا الشارع اللي كيأدي المنطقة ديال عين دياب بحكم الامتلاء ديالو عن آخره، لأن جاو بزاف ديال الناس باش يدوزوا ليلة راس العام هنا في عين دياب. هادشي علاش كنشوفوا اليوم رجال الأمن سدوا جميع المنافذ اللي كتأدي لا كورنيش ديال عين دياب. الله يدير شي تاوي ديال الخير، الله يدوز هاد النهار بخير وعلى خير. يعني شوفوا جميع المنافذ اللي كتأدي لعين دياب تم الإغلاق ديالها من طرف المصالح الأمنية هنا بمنطقة أونفا ساعات قبل أو لا 45 دقيقة قبل حلول سنة 2024. فعلى ما أظن بأن جاتهم تعليمات باش يعاودوا يحلوا هاد البلاصة هادي، لحقاش القضية بدات كتخفاف من الجهة الأخرى. فكتجيهم تعليمات في هاد الاثناء باش يعاودوا يحلوا هاد البلاصه هادي اللي كتدخل لاكوت وكتدخل لعين دياب بحكم ان بدات كتخفاف حركه السير والجولان من الجهه الاخرى. فمجهودات كبيره كيقوموا بها العناصر الامنيه هنا في عين دياب. رجال الامن كيضربوا تماره ديال بصح من اجل المصلحة العامة، يعني باش هضرة العام يدوز بخير وعلى خير. الله يدير شي تاويل ديال الخير، نتمنوا على ان هضرة العام يدوز بدون اي مشاكل، بلا فوضى بلا حتى شي حاجة. رجال الامن راه كيتواجدوا بعين المكان، مشكورين على المجهودات اللي كيقوموا بها فمنذ الساعات الاولى من صباح هذا اليوم وهما واقفين خدامين من أجل المصلحة العامة. فالعناصر الأمنية حاضرة وبقوة الإخوان هنا في مدينة الدار البيضاء وبالضبط في المنطقة ديال عين دياب. يشكرون هاد الرجال على المجهودات اللي قاموا بها اليوم من اجل تامين جميع المواطنين اللي كيتوافدوا على هذه المنطقه هذه بالضبط، بحكم ان الملاهي الليليه والمقاهي ديال الشيشة كيتواجدوا هنا. هادشي علاش كنشوفوا التواجد ديال رجال الامن بكثافه في هذه المنطقه هذه. الله يوفقهم يا ربي والله يجازيهم على هذا العمل اللي كيقوموا به. وعين دياب راه فاش عمر أرى رجال الأمن سدوا هاد المنافذ اللي كيأديو ليه، ومن دابا شويه عاوتاني غيعاود يعمر وغيعاود يسدوا هاد المكان هذا بالضبط.